وإن من تعظيم كتاب الله أن لا يتلاعب الخطاط في خط كتاب الله عز وجل، فإن بعض الخطاط هداهم الله يخطون الكتاب العظيم، يخطونه على شكل وشي أي تطريز أو تلوين أو قصور أو منارة أو مسجد، وأخبث من ذلك أن يخطوه على صورة إنسان، يخطون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، على صورة إنسان راكع أو ساجد. سبحان الله، ما هذا التلاعب في كتاب الله؟ ما هذه الإهانة لكتاب الله أن يكون كتاب الله كأنه نقوش تضعونها للتجميل، لتجميل جدرانكم أو غير ذلك؟ إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز للإنسان أن يكتب القرآن على غير الرسم العثماني أو لا، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا على الرسم العثماني حتى وإن خالف القواعد المصطلحة عليها في العصر، ومنهم من قال إنه يجوز للحاجة إذا كان الصبيان لا يعرفون النطق به إلا إذا كتب على القواعد الموافقة لقواعد العصر، وإلا فلا يجوز. وإذا كان العلماء يختلفون في جواز كتابة القرآن على القواعد المعروفة في العصر، فكيف بمن يكتب القرآن على صورة نقوش أو جدران أو منارات أو غير ذلك؟ إن هذا حرام لا يشك فيه أي إنسان عرف قدر كتاب الله وعرف كلام أهل العلم. لذلك أحذر هؤلاء الخطاط، وأحذر الذين يطلبون منهم أن يخطوا كتاب الله عز وجل على هذه الصور والنقوش، وأقول: عظموا كتاب الله، فإن كتاب الله أجل وأعظم من أن يجعل نقوشا على الجدران بصورة قصر أو بصورة منارة أو بصورة مسجد، أو أخبث من ذلك أن يكون على صورة إنسان. فاحذروا عباد الله، احذروا أن تمتهنوا كتاب الله، احذروا أن يقل تعظيمكم لكتاب الله، فإن الإنسان إذا نقص قدر كلام الله في نفسه فسينقص في نفسه جميع شريعة الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ومن كان عنده شيء من ذلك فليتلفه فورا توبة إلى الله عز وجل، وتعظيما لكتاب الله واحتراما لكتاب الله.